حلقة الخميس 31 أوت 2023 في البارتي الثانية هذه التسعة تريندينج باي أريد. مرحبا بكم الناس الكل. البارتي الأولانية حكينا فيها على لي جو فيديو، حكينا فيها على الايفون 15، على مارشي لي سمارت فون، حكينا فيها على خاصية بالنسبة للديزاين نتاع لي سمارت فون نتاع سامسونج يمكن باش تغيب مع الجالكسي اس 24. توا باش نمشيو في ثنية أخرى، باش نحكيو على الأفلام والسيريات. عندنا موعد مع دوكيومونتير واحد باش نحكيو عليه بعد شوية في بارتي ثانية من حلقتنا الليلة. نعاود نذكركم أنه حلقتنا بالنسبة لليلة ولا الحلقات اللي فاتوا ولا الحلقات الجاية تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيهم على الباج فيسبوك ولا الشين يوتيوب نتاع قناة التاسعة ولا الباج فيسبوك نتاع أريد تونس. أفلام سيريات دي دوكيومنتير هذا وقايت الاس في او دي. للصغيرات اللي يحبوا يكملوا سلاعة مع نتفليكس تنجموا تتفرجوا أبارتير من اليوم في سيري جديدة نتاع صور متحركة اسمها كاراتي شيب. أصداء كبيرة على مسلسل سفاح الجيزة، مسلسل اللي تم إطلاقه نهار 25 أوت حسب آخر الأخبار، فإنه المسلسل هذايا واللي فيه 6 حلقات قاعد يلقى فيه نجاح كبير ياسر. تنجم تتفرجوا في المسلسل هذايا على شكل واحدة هتشتغل هتاخد حقها وزيادة، حقها وزيادة. أنت على نياتك يا واد، ربنا يكرم أصلا. تخيرك يا بيه، وفي كلام بعد كلامك يا يوسف، أنا هعمل لك اللي أنت عايزاه. ده لو هادي ومش زنان ده زمان انا لسه عايشه معانا. بقول لك ضربتني على وشي بالقلم. بتاعتي دي وجعان بس انا مرتاح. انا مش عبيط عشان تاكل علي بكلمتين. انا بعد اطلب ناس. نذكركم انه البلاتفورم شاهد ديسبونيبل في تونس، تنجموا تتفرجوا في لي اوريجينالز، تنجموا تتفرجوا في الافلام في المسلسلات وحتى الكوره اللي ولات موجوده في شاهد ولا شاهد في اي بي. تنجموا تشتركوا في الخدمه هذيا انتم لي زابوني نتاع اريد تونس. كل التفاصيل على الابليكاسيون ماي اريد والا اريد بوينت ان. انا ما اعرفش ده دم ايه ولا دم مين. اوعي تفتحيه، مفيش اي اثار طعن او ضرب على الدماغ، وفي الغالب هو ما قتلش هلا. بس بعد خروجه في السينما فيلم ما لقاش نجاح من اليونيفير نتاع سوني في علاقه بمارفل، المرة هذي تنجمو تتفرجوا على امازون برايم فيديو في فيلم موربيوس. Increased strength and speed. The ability to use echolocation. And an overpowering urge to consume blood. How far are we allowed to go? To fix something that's broken. Until the remedy tantalized by the lore of Sir John Franklin's sunken expedition. Une série documentaire من انتاج National Geographic تتعدى على هولو وعلى ديزني بلس. تنجموا اليوم تتفرجوا في Explorer Lost in Arctic. Discoveries will we find when we follow Franklin's path. This is going to be our chance to solve this mystery once and for all. Same day as the U.S. National Geographic. It has been 121 days since the aliens invaded our world.
سيزون ثانية من انفيجن مازلت متواصلة على أبل تي في بلس. We have suffered. We have sacrificed lives, loved ones. Connection is the only chance we'll have to learn what they want. And how to stop them. My fellow global citizens, look up. This is our enemy. Together, we will win this war. The aliens somehow connected us. This is our last chance for survival. I know it sounds mental. It does sound mental. بالأفلام والسيريات اللي دوكيمونتير يكونوا خلطنا لآخر معدة بالنسبة للتاسعة تريندينج باي. أريد اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله الجمعة الجاية مع حلقات جديدة مع ديليزا جور مع ماجازين يومي يجيكم اثنين الخميس على قناة التاسعة اسمها التاسعة تريندينج باي أريد. تحية لكيب كاملة ومحمد علي السفيسي. نهاية أسبوع مريحة في الأمان.